اخر حاجه عايز اتكلم عنها، وهي من الحاجات اللي انا سعيد بيها جدا ومبسوط بيها جدا، اليوم اللي دخل فيه موسيماني انا عمري ما هنسى اليوم ده. اعتقد كان في شهر 2 اكتوبر 2020 تحديدا بالظبط. اليوم ده اللي دخل فيه موسيماني امام حضراتكم، وقبلها انتشرت اخبار ان المدير الفني الجديد للنادي الاهلي بعد رينيه فايلر، هذا المدرب العظيم اللي هو رينيه فايلر واللي طبعا كلنا بنحترمه وكلنا بنحبه، بوتسو موسيماني. هو ايه اللي بيعمله مجلس اداره الاهلي وايه اللي بتعمله لجنه التخطيط؟ الكلام اللي كان بيتقال من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، ولكن دائما جمهور النادي الاهلي ما يقف خلف مجلس ادارته وخلف لجنه التخطيط وخلف لجنه الكره في اختياراتها دائما. كابتن خطيب اختار بيتسو موسيماني لاسباب كثيره جدا جدا جدا. طيب عمل ايه؟ حمله شرسه. الحمله دي انتهت الحمد لله والشكر لله. انا ما بدعيش، ولكن ده كلام بيتقال لي دايما وحتى من مستر بيتسو، ان الحلقه اللي كان متواجد معانا فيها هنا في قناه الاهلي في لقاء خاص، الحمله دي ابتدت تقل جدا 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 عنه، لانه الناس عرفت ان هذا الرجل عنده فكر من خلال الحلقه اللي كانت موجوده. فاليوم ده بالنسبه لنا كان يوم مهم جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ كره القدم في مصر، لانه اول مدرب افريقي يصل الى ان يكون المدير الفني لاعظم نادي في الكون النادي الاهلي. وناس كتيره جدا كانت بتتكلم تقول لك هو ايه اللي بيعمله محمود الخطيب ده؟ هو الخطيب بيعمل كده ليه؟ هو الخطيب بيختار اي حد وبيعمل اي حاجه؟ الكلام ده كنا بنسمعه من بعض قعدات المصاطب، ولكن اليوم وقبل ما نصل او قبل ما ربنا يكرمنا يا رب وناخد البطوله العشرة، ولكن كل الناس بتقول بما فيها الناس اللي كانت قاعده تقول الكلام اللي حضراتكم بتسمعوا، يا عم بيعمل اي بياخد اي قرارات وبيعمل مش عارف ايه الكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، ايه راي حضراتكم لبعض من لا يشجع النادي الاهلي؟ طبعا ايه راي حضراتكم؟ ايه راي حضراتكم في الانجازات اللي اتعملت؟ ايه راي حضراتكم في شكل فريق كره القدم في النادي الاهلي خلال هذه الفتره؟ ايه راي حضراتكم في القرار اللي اتخذه محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بقدوم بيتسو موسيماني مديرا فنيا؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ دلوقتي بعد 6 7 شهور او 8 شهور من وجود موسيماني، اعتقد ان دلوقتي الناس ابتدت تعرف ان لما اي رئيس النادي لما بيجي يفكر او رئيس لجنه الكره لما يجي يفكر بيفكر لانه عارف ان وراه 70 80 مليون اهلاوي، عارف ان هو هيجيب مدير فني يستطيع ان يقود النادي الاهلي لمنصات التتويج، وده اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت. انا بشكرك جدا يا كابتن خطيب الحقيقه على هذا الرجل، حتى الآن ما مش عارفين بقى إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية، ولكن حتى الآن هذا الرجل بيؤدي كل ما هو مطلوب منه، دائما اختيارات رائعة، دائما اختيارات جيدة.